السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حديث المساء. لقد وقع مساء أمس على وثيقة معالجة القضية الجنوبية من قبل الفريق المصغر لمعالجة القضية الجنوبية وسط اعتراضات بعض الأطراف للتعرف على ما تحتوي هذه الوثيقة وأيضا على ما دار من نقاشات مسبقة قبل التوصل إليها أيضا للتعرف أيضا على اعتراضات بعض الأطراف التي رفضت التوقيع. معنا لمناقشة هذه المسألة الأستاذة نادية عبد الله عضو الفريق 88 والفريق المصغر لمعالجة القضية الجنوبية عن مكون الشباب. أهلا بك. أهلا وسهلا. قبل أن نخوض في تفاصيل التوقيع على الوثيقة وأبعادها وما تضمنه دعينا والسادة المشاهدين نشاهد هذا التقرير. سيتأخر بث التقرير لكن دعينا التقرير جاهز. شباب يمكن يبث التقرير الآن. لم تعد اليمن بحاجة لمزيد من تأخير مؤتمر الحوار الوطني وترحيل الأزمات، هكذا عبر الرئيس هادي أثناء توصل المكونات السياسية لتوقيع الوثيقة النهائية لمخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية. الوثيقة الموقعة تنص على حل عادل للقضية الجنوبية وتوفر حلا للمظالم التي لحقت بالمواطنين حسب مضامينها، وكذا تشكيل لجنة برئاسة الرئيس هادي لتحديد عدد الأقاليم، وسيتم إدراج ما تم التوصل إليه في الدستور المقبل الذي سيعرض على الاستفتاء. وتضمنت الوثيقة المبادئ العامة التي تحكم العلاقة بين السلطة الاتحادية وسلطة الأقاليم بما في ذلك توزيع الثروة وحل مشاكل الجنوب العالقة منذ سنوات. أغلبية المكونات وقعت على الوثيقة، وهي الحراك الجنوبي السلمي وحزب الإصلاح وحزب العدالة والتنمية وممثل شباب الثورة والمجتمع المدني والحوثيون، بالإضافة إلى الدكتور عبد الكريم الإرياني. مصادر في اللجنة المصغرة في القضية الجنوبية ليمن شباب أكدت أن ممثلي حزب المؤتمر أحمد الكحلاني وبن دغر رفضا التوقيع على الاتفاق، مما اضطر الدكتور عبد الكريم الإرياني للتوقيع بالنيابة عنهما بصفته النائب الثاني لحزب المؤتمر الذي أعلن عبر موقعه الرسمي رفضه القاطع للتوقيع، مشيرا إلى أن الإرياني لا يمثل الحزب. الحزب الاشتراكي تغيب عن التوقيع ويرجع تغيبه إلى تمسكه بمطلب الإقليمين، فيما الوثيقة تنص على تفويض لجنة برئاسة الرئيس هادي لدراسة خيار 6 الأقاليم والإقليمين وثالث بينهما. الرئيس هادي وصف التوقيع بالنجاح المحقق لليمن وأنه جاء في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة وفي لحظة مفصلية يجب الانتصار فيها للمصلحة الوطنية على ما عداها من المصالح الجهوية والشخصية. أما المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر فقد قال في مؤتمر صحفي له اليوم إن توصل غالبية المكونات السياسية لحل للقضية الجنوبية يعد من أهم مخرجات الحوار الوطني، ومن المتوقع أن يجتمع مؤتمر الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة لتشكيل اللجنة المعينة بتحديد عدد الأقاليم برئاسة هادي وكذا الإعلان عن انتهاء جلساته. ويبقى السؤال عن ماذا بعد التوقيع، وهل سينجح الرئيس هادي في إقناع كل القوى على تحديد عدد الأقاليم وما هي المعايير والشروط التي ستتخذها اللجنة، وكيف سيكون وضع أدوات مرحلة ما بعد الحوار وأهمها البرلمان والحكومة. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد. نادية أهلا بك. قبل أن نخوض في ما تحتوي هذه الوثيقة أنا أحب أن أفهم كذلك السادة المشاهدين يجب أن يفهموا من أين أتت هذه الوثيقة وكيف خلقت؟ بالنسبة لهذه الوثيقة أعتقد أنه من بداية الحوار الوطني في داخل فريق القضية الجنوبية بحضور مراقبين من مكتب الأستاذ جمال بن عمر ناقشنا الكثير حول القضية الجنوبية، وبدأنا بتقديم رؤانا في جذور القضية الجنوبية ثم رؤى المكونات جميعها السياسية في محتوى القضية الجنوبية، بعد ذلك قدمت حلول القضية الجنوبية، من ثم شكلت لجنة الـ 16 أو لجنة الـ 88 ل وضع الرؤى هذه جميعا والخروج بحل. نعم. اتفقنا طبعا في الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني خرجنا برؤية موحدة لكل المكونات عن جذور محتوى القضية الجنوبية، وصنفنا فعلا ما هي القضية الجنوبية، انها قضية وطنية سياسية عادلة بامتياز. صنفنا الكثير من المشاكل من اين انطلقت وجود القضية الجنوبية وما هي مسببات
وما هي جذور محتوى القضية الجنوبية. فجاءت هذه الوثيقة من خلال هذه النقاشات كاملة ومن خلال كل الرؤى التي يعني قدمت. جذور هذه الوثيقة التي وقع عليها أمس هي كل تلك النقاشات. كل تلك النقاشات لأكثر ما يقارب تقريبا 9 أشهر ونحن نناقش القضية من جذور ومحتوى ومن حلول ومن وقدمت الكثير من الرؤى. يعني قدمت لكن الآن قدمت فقط في الجذور تقريبا ما يقارب 14 رؤية، قدمت في المحتوى ما يقارب 14 إلى 16 رؤية، أيضا في حلول القضية الجنوبية قدمت ما يقارب تقريبا 14 رؤية للحل. فكل هذه الرؤى استخلصنا منها هذه الوثيقة. لكن لماذا يقال أن هذه الوثيقة هي وثيقة ابن عمر؟ قد يكون مكتب السيد جمال بن عمر ساعدنا في استخلاص بعض النقاط في شكل هذه الرؤية، لكن هذه الرؤية عندما قدمت هذه الاستخلاصات ظلينا نناقشها لشهور عديدة والأيام عديدة داخل فريق 16 بند وكلمة وأضيفت وعدلت أكثر ما يقارب 27 مرة. هو من المعروف لمن يطلع على هذه الوثيقة يجد فيها أفكار ومقترحات معظم المكونات التي كانت مشاركة لأن كل المكونات من شباب. لكن أنا الذي أريد أن أفهمه، لماذا في الأخير المستلخصات هذه قدمها ابن عمر وباسمه كأنها أفكار لم يقدمها الأستاذ جمال بن عمر باسمه، وإنما من يساعدون الأستاذ جمال بن عمر قدموا بعض المساعدات للفريق لاستخلاص بعض ما نوقش خلال الشهور الماضية كاملة، خاصة الشهور الذي قبل تكوين اللجنة 8-8. نعم، لكن قيل إن اللجنة المستقرة لم تتوافق على حل معين وفوضت جمال بن عمر على الخروج بهذه الوثيقة. قد تكون هذه الوثيقة هي أيضا أفكارهم. أعتقد هذا الكلام غير صحيح. لو راجعنا الوثيقة سنجد إنه منبع هذه الوثيقة من الرؤى التي قدمت داخل فريق القضية الجنوبية. يعني لو راجعنا موضوع لكن بن عمر قدمها في الأخير من أفكارهم من وثائقهم. لا إذا كان ما يوجد داخل الرؤية قدم من الرؤى الذي وضعت داخل فريق القضية الجنوبية، مثلا معالجة مظالم الماضي، كل الرؤى الذي قدمت داخل فريق القضية الجنوبية قالت أن هناك مظالم في الجنوب وأن نعم. هناك نهب للثروات وأن هناك عسكريين ومدنيين صرحوا قسرا بعد حرب 94، هذا كلها جاءت من الرؤى التي قدمت داخل فريق القضية الجنوبية. عندما قدمت أيضا الحلول قال الجميع أن هذه الحقوق يجب أن تعاد لأصحابها، يجب أن تنفذ النقاط نعم. 20 والنقاط 11. هذا الأمر فإذا أن هذه الوثيقة هي ملخص العمل الفني والاستخلاص الفني لا يعتبر أنه مكتب الأمم المتحدة هو الذي قدمها. نعم الفكرة واضحة، عمل فني نادي بعض الفكرة واضحة. أكيد هناك كثير من الأفكار التي يجب أن تفهم من خلال هذه الوثيقة، لكن قبل ذلك دعينا نأخذ هذا الاتصال مع الأستاذ محمد الصبري القيادي في التنظيم الناصري. الأستاذ محمد السلام عليكم. أهلا مرحبا بك أستاذ محمد. أحب أن أفهم ما حدث أمس أن التنظيم الناصري انسحب عن التوقيع فيما هو مساهم وبشكل كبير في الوصول للكثير من أفكار هذه الوثيقة، لماذا انسحب التنظيم الناصري؟ أولا كنت أتمنى يعني أن أسمع الأخت نادية ماذا تحدثت، يعني هي كانت موجودة وحاضرة. لا هي لم نصل بعد لنعرف ما الذي حدث بالضبط لأننا في السؤال الأول، لكن لكونك على التلفون أحببنا أن نعرف منك أولا. أولا يعني بالنسبة لموضوع الانسحاب ممثل التنظيم الأخ عبد الله النعمان قال المبررات الكافية في بلاغ صحفي أو تصريح صحفي صدر عنه اليوم بالظهر ما يحتوي. أتمنى أن تكون قد اطلعت عليه. لا ما اطلع عليه. في كثير من الإيضاحات حول موضوع الانسحاب ومبرراته، اعتراض على طريقة النقاش، اعتراض على صياغات موجودة ومواد استخدمت عبارات ومفردات ليست دقيقة الصورة بما يتعلق. لا أنا أريد الآن من خلالك أستاذ محمد الصبري أن يمسك المواطنين على جملة مفيدة، لماذا انسحب التنظيم الناصري بوضوح؟ أما دقة العبارات ليست حجة كبيرة للانسحاب. يا أستاذ عبد الله لا تسأل قاطع حتى ما تخليش الواحد يسأل يتكلم. لا أستبق، نحن انتهينا من اجتماع موسع الآن دعت له الأمانة العامة للتنظيم. نعم. ضم أعضاء التنظيم ومثلي في الحوار وأعضاء اللجنة المركزية ووقفنا أمام كثير من التفاصيل الموجودة تتعلق بالموقف وكيف يحب. نعم. يجب أن يظهر للرأي العام واتبعنا إلى كثير من المعلومات والحقائق ذات الصلة بالتعامل مع هذا الموضوع الحساس والمعقد والكبير. نعم. سيكون غدا بلغ صحفي بيان وسيكون هناك مذكرة تفصيلية وتوضيحية ترفع
لرئاسة الحوار ولفريق القضية الجنوبية وللجلسة العامة بحيث لا يجري التباس فيما يتعلق بهذا الموقف. لكن الفريق الذي المشترك قلت أتمنى الأخت نادية أن توضحه أو تقوله للرأي العام. يا سنأتي لأخذ شهادة نادي عبد الله، لكن ما نريد أن نأخذ موقفكم. لماذا تؤجلون إلى غدا؟ بإمكانك الآن تقول لي لماذا خرج اجتماع التنظيم الناصري والمكتب السياسي. يا أستاذ أنا كلامي واضح أنك ما تسمعش. لا لا أنا ما قلت ليش عبارة يا أستاذ محمد، أنت صديقي أيضا، لكن أنا لا أنا لا يهمني رأيي الشخصي، أنا يمكن أروح في المساء وأبحث في النت لا لم تعطيني جملة مفيدة، أنا أريد مختصر مفيد. لا يصدر أنا قلت في الكلام مفيد أنه غدا بالظهر سيصدر بذا صحفي كامل وتوضيحي يوضح موقف التنظيم من كثير من القضايا. نعم. ما يتعلق بالانسحاب حيث ذكره الأخ عبد الله نعمان مثل التنظيم في تصريح منشوز وسائل الإعلام حدد فيه اعتراف على الإنسانات اللي تم بها التوقيع على النقاش. إذن أستاذ محمد صبري سننتظر بيان التنظيم الناصري، لكن ابقى معنا لسماع شهادة الأستاذة نادية عبد الله. نادية لماذا انسحبت بعض المكونات؟ كونك أنت أحد الحاضرين والأطراف التي وقعتكم مثل عن الشباب. أولا يجب أن يفهم الجميع أنه اتخاذ القرارات هو بصورة توافقية. نعم. أنه يأخذ أنه كل طرف تأخذ كل تعديلاته بالكامل لا يمكن هذا الوصول إليه، أو تتحقق رغبته بالكامل هذا لا يمكن يوصل الوصول إليه، فيجب على طرف أن يتنازل من أجل طرف آخر، هذا يجب عليه أن يفهم الجميع، لأنه في الأول والأخير اتخذ القرارات بالتوافق. كل مكونات داخل فريق 16 أدلت بكثير من التعديلات خلال الشهور الماضية كاملة، كنا دائما نمر على هذه الوثيقة ونناقش الكثير من المبادئ سطر سطر حرف حرف كلمة كلمة، ويبدي كل من الأعضاء داخل 16 تعديلات وآراء ووجهة نظره. في الأول ما والأخير هو الاعتراض الأخير للحزب؟ في الأول والأخير لا يمكن أخذ كل التعديلات. أنا أحب أسمع شهادتك الآن بوضوح على ماذا اعتراض. حسب ما أفهم وحسب ما رأيته أمامي إن المؤتمر الشعبي العام والناصري كان عندهم مجموعة من التعديلات لم تؤخذ كاملة، فكان رفضهم لعدم التوقيع إنه التعديلات الذي طلبوا أن يتم تعديلات الناصري ما هي مثلا؟ كان من التعديلات، أذكر التعديلات الأستاذ عبد الله وضعها في موضوع كان يريد أن يضاف بند أو مبدأ من المبادئ الموجودة، من هو الجنوبي؟ يجب أن يعرف الجنوبي حتى لا يحصل إشكالية الدورة الانتخابية الأولى عندما يكون هناك 50-50% للشمال والجنوب. يعني هو لا يرفض الفكرة من حيث المبدأ تقسيم من حيث المبدأ 50-50 ينظر، لا أعرف كيف أقول فلسفة أو رأي الأستاذ عبد الله، أعتقد لو كان هنا كان يعبر عن نفسي كثير. نعم. لكن في الأول والأخير أقدر أقول إنه كانت عند الحزب الناصري أو مكون الحزب الناصري مجموعة من التعديلات، منها كان يراد التعريف الجنوبي وغيرها من التعديلات كان يراد الأخذ بها، مثله مثل مكون مؤتمر الشعب العام، مثل مكون الشباب، مثل مكون المجتمع المدني، كل المكونات. لا يوجد مكون داخل فريق 16 ليس لديه تعديلات ويريد أن تؤخذ بتعديلاته، لكن في الأول والأخير يجب أن نصل إلى صيغة توافقية نحقق الحد الأدنى من التوافق، لا يمكن أن تؤخذ بجميع. نعم. قبل أن نفهم أيضا ما تحتوي هذه الوثيقة وكيف تم التوافق عليها، نأخذ الأستاذ محمد صبري للتعليق على هذه الشهادة. الأستاذ محمد صبري، الأستاذ محمد ربما سمعت ربما سمعت نادي عبد الله تقول سامحك الله يا أستاذ نادي. يعني إحنا طبعا على مستوى واحد من الفهم لموضوع التوافق، ولا نريد أن نخرق قاعدة التوافق التي تحدث عنها. نعم. لكن قاعدة التوافق هي كني محددة بشيئين، محددة باللائحة، اللائحة المنظمة للمؤتمر، مستويات التوافق الثلاثة، وفي نفس الوقت محددة بالهدف من مخرجات الفريق، فريق القضية الجنوبية. يعني على إنه لا يجب أن يذهب، يعني ما أدري، يعني أنا أعرف إنه نوايا الأخت نادية جيدة، يعني لا أريد أن يذهب الحديث وكأنه المسألة محاطة صف يتحقص بالفكرات. الملاحظة التي قدمت من الأخ عبد الله حمل ثلاث فقرات فيما يتعلق بالمبادئ، وهي المبادئ هي وثيقة، يعني بوثيقة. ما هي يمكن أنت يا أستاذ محمد يمكن أن تفيدني أيضا. أنا سمعت أيضا، لكن لا أحب أن أكون نائبا عن التنظيم الناصري ونعلن ما هي المبادئ التي كان يريد تضمينها، لكن يمكنك أنت أيضا أن تقولها للساده المشاهدين.
ما هي المبادئ التي كان يحب التنظيم الناصري تضمينها؟ شوف يعني الوثيقة يجب أن نأخذها ككل متكامل، هذا من حيث المبدأ. نعم. ما سيرد فيها من نصوص سوف تؤدي إلى تغيير في الدستور وإلى حلول ما يتعلق بالدولة بشكل كامل. نعم. وردت في المادة وردت فيما يتعلق بالمبادئ في 9 وعشرة وحدى عشر صيغة مرتبسة تتناقض حتى مع المبادئ التي سبقت هذه المادة. ما يتعلق بالثروات المعدنية والخلط ما بين تنمية المواد وما بين ملكية يعني العقود، عقود موضوع المحافظة 50% في المرحلة الأولى المرحلة الانتقالية بعد الدورة، يعني بخلال بمبدأ تكافل الفرص المضبوط نفس الانتهاء بالمبدأ 11 إلى المحافظة على المصالح الحيوية للجنوب، يعني وهذا مصطلح المصالح الحيوية كانت في وثيقة بهذا الشكل مصطلح غلط له تفسيرات متعددة محل عارف يعني. نعم. هذه القضايا لماذا يجب التركيز عليها؟ مش من أن أريد أن يأخذوا الناس بمقترحاتي مش أن يقولوا أنه عندي مقترحاتي، من هذا تبسيط للنقاش بطريقة مخلة للتوافق وللمعنى. نعم. يعني نتحكم عن شكل من دولة وإعادة تفكير يعني فتح دولة وترتيبها من جديد إن لم تكن المبادئ الموجهة للدستور القادم واضحة لا تحمل اللغز وأن تكون الحلول المقدمة ما تخلقش مشكلة، فلتبقى أي حل وطني لأي مشكلة وطنية هو الحل ولا خلق مشكلة وطنية ثانية. لذلك يعني هذه الملاحظات لا تخلق بالتوافق وإنما العطف هو حفظ على يعني يعني نحن مع عند القضية الجنوبية. نعم. تعطيل لرفع المضايق يعني ربما الصوت في مقدمة الوثيقة كان يعني يقدم حل حقيقي لمشكلة المضايق، المستقبل يجب أن يفكر في هذه الطريقة يعني فيه من الحرص على الصياغات، هذا اتفاق يعني سيؤدي إلى كثير من المترتبات بعد الحوار، لا تخلق مشكلة لا المشكلة في المستقبل. نعم، ربما هناك لبس حول كثير من المصطلحات ومنها ايضا مصطلح في البند 11 ابناء الشعب في اليمن وليس الشعب اليمني، وفي نفس السطر ايضا في نفس البند يقول لكل مواطن يمني. ربما قد اكون اقرب انا الى وجهه نظر الناصري لكن ليس لي الحق ان اعبر عن وجهه نظري كمقدم برنامج محايد. لا باقي شيء باقي في باقي امر مهم يا استاذ عبد الله. ما هو؟ يعني الإحالة إلى الرئيس وتحميله اتخاذ القرار بحجم هذه المشكلة بالذات في مغامرة جديدة وخطة من قبل المكونات ليس الحق، لأنه الآلية التنفيذية التي عند داخلية المؤتمر تقطيع حق اتخاذ القرار، لكن متى؟ لماذا إحشاء الرئيس من وقت مبكر في اتخاذ القرارات ولا تزال هناك أمام كل الأطراف المعنية أن تجتهد وتتخذ القرار؟ نعم، أنتم معترضين أيضا على تفويض رئيس الجمهورية بتحديد اقرأ النص هو شكر رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل لجنة برئاسته وبتوفيض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم ويكون قرارها نافذا. تدرس اللجنة من يشكلها الرئيس؟ تدرس اللجنة خيار 6 أقاليم 4 في الشمال. هو يقول النص يقول تدرس اللجنة خيار 6 أقاليم 4 في الشمال و2 في الجنوب أو خيار الإقليمين أو أي خيار آخر ما بين هذين الخيارين. هذا الكلام غير صحيح، هذه مغامرة كبيرة، لا يجب أن نختم مؤتمر الحوار الوطني تجاه القضية الرئيسية والوطنية الكبيرة للقضية الجنوبية بإحالة لا تقول فيها غامضة إنها تتشكل عائرة فمنع شروط عملها، يعني هذه بعض الملاحظات. نعم. يا أستاذ محمد أنا أحب أن أفهم أيضا هناك ربما لبس لانسحابكم انسحاب أو غياب الاشتراكي أو انسحاب المؤتمر، هل أنتم متفقين على بعض النقاط أم أن هناك خلاف فيما بينكم وبين وجهة نظر الاشتراكي مثلا الذي يقال أنه يصر على مسألة الإقليمين؟ لا
يا أخي يعني أقول الله يسامح الإعلام، في عندنا إعلام مدرب على خلط الأوراق بطريقة إعلام بلا فكرة، تسمي هكذا إعلام بلا فكرة. دعك من مهجمة الإعلام، قل ما هو الصح، ما هو الصحيح. قاعدة المؤتمر الذي يجري عليها مؤتمر الحوار الوطني أن الكل متساويين، له الحقوق نفسها أن يسلوا بآرائهم بكل حرية بدون قيود بدون إرهاب بدون هذه القاعدة التي جعلت مؤتمر الحوار يحول حتى اليوم. هناك قد يريد أن ينسف هذه القاعدة ويتحدث عن تحالفات يعني موجودة خصومات موجودة بعيد عن منطقة الحوار. يا أخي لا أحد يقول أن هناك تحالفات موجودة. أنا سألتك هل أنتم متفقين مثلا أو تلتقوا مع الاشتراك دعك من المؤتمر حول مسألة أن اعتراضه على الإقليمين، أنه يريد تثبيت الإقليمين، أنتم على النقيض من كما أفهم عن من رؤية الاشتراكي مثلا؟ لا ما يعني هذا نوع من الابتزاز للموضوع بطريقه لا يساعد على الاجابه، لكن الاشتراكي من حقه ان يقول ما يراه ويتصوره من دون اي قيود ومن دون ارهاب. اقليم خمسه ونحن السلسله والمؤتمر والاصرار لا يجب ان نصالح حقوق المكونات في داخل مؤتمر الحوار ان تعدل عنا ترى على قاعده المصلحه الوطنيه الوحده الوطنيه. أستاذ محمد الناصري، دعنا أيضا نأخذ رأي الأستاذة نادي عبد الله وهي أيضا ضيفتنا في الأستاذ محمد الصبري عفوا وصديقي. أستاذ نادي، أخذنا الجدل طويلا حول مسألة الاعتراضات والانسحابات، أنت أشرتي أن مسألة التوافق هي ليس ممكنا أيضا. أشياء نبه نقطة مهمة جدا، كان في مكون داخل فريق الستاشر يطالب باستعادة الدولة وحق تقرير المصير، نعم يعني اللي هو الحراك وتوافق ورضي به بهذا. يعني لا تنسى أنه هناك طرف يريد استعادة الدولة ويريد حق تحقيق المصير والانفصال، فكيف أن أنت يعني لا يمكن أن تحقق رغبات الجميع فتنازل عن 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 موضوع استعادة الدولة وحق تقرير المصير وأثبت فعلا وحدوية الداخل فريق الستاشر ورضى بهذه المبادئ. يجب أن نوافق ما بين يعني طرفين. تحقيق كل ما تريده ليس ممكنا في حوار، لا يمكن تحقيق كل ما يريده، نضطر بعض الأحيان نقبل مصطلحات قد لا نرتاح لها، قد يفسرها البعض تفسير ما قد يخاف منها البعض في المستقبل قد تصبح يعني هل مشكلة، لكن في النهاية يجب أن ترضي طرف جاء إليك وأخيرا قبل بالحوار. هناك فصائل كثيرة من الحراك لم تقبل الحوار ولم وظلت في الشارع تطالب، وما حدث الآن في الفترة الأخيرة في الجنوب وما يحدث الآن من زعزعة الأمن وما يحدث الآن من مشاكل اقتصادية والتنمية وغيرها، قد تضطر قبول أشياء قد لا تروق لك، قد تظن أنها في يوم من الأيام ستسبب مشكلة، لكن في الأول والأخير هي الآن ستحل مشكلة كبيرة يعني جدا. هل تريدين القول أن هؤلاء على اختلاف حقوقهم أن هؤلاء متطرفين على عدة تيارات مضطرفين ولم يرضوا أن يكونوا مع الحل الوسط أو التوفيق بالنسبة أطراف جميعا ليس لا أريد أن أحدد. بصراحة أعتقد أنه أنا الناصري سأتوقع أنه سيراجع موقفه وسيوقع أتوقع ذلك. لماذا أتوقعين؟ الموضوع لا ننسى قبل أنه كنا متوافقين على مسودة جذور محتوى القضية الجنوبية وحصل فيها نقاش طويل كثير جدا وحصل نوقعت أطراف وبعدين تم رفع حصلت مشاكل وقدمت أطراف أخرى تعديلات وحصل التشاور معها وأخذت بعض تعديلاتها وهذا كله، وأتوقع في النهاية أنه سيتم التوقيع. بالنسبة حتى نتوقف عند الاشتراك، أنت أخذنا كثير من قبل أن نصل الاشتراكي في نقطة قالها الأستاذ محمد الصبري، موضوع الآلية الداخلية للحوار الوطني. الجميع يعلم أنه الآلية الداخلية للحوار الوطني تم التصويت عليها وإقرارها في أول جلسات الحوار الوطني من جميع الأعضاء من 565 عضو. الآلية تقوم على التوافق، الآلية تقوم على آلية معينة أنه عندما تصل قضية معينة إلى رئيس الجمهورية يقوم رئيس الجمهورية بتقريب وجهات النظر فقط. هنا في موضوع القضية الجنوبية قررنا نحن فريق الستاشر أن يفوض رئيس الجمهورية من 565 شخص الذي أقروا الآلية الداخلية للحوار الوطني، عليهم أن يجتمعوا جميعا. لكن إذا حدث أي تعديل هل يرفع رئيس الجمهورية هو الفريق المصغر أو فريق القضية الجنوبية أم هو الجلسة العامة 505؟ نطلب الآن من الجلسة العامة
أن تقر هذا بند التفويض. هو مكتوب أنه يطلب من وتفويض من مؤتمر الحوار. أيوة جميع أعضاء الحوار هم من أقر اللائحة. إنما تطلبون. أيوة. نطلب منهم التفويض. نعم هنا نحن شخصياً في 16 لا يحق لنا التفويض ك16 شخص أن نفوض رئيس الجمهورية ونخترق الآلية الداخلية للحوار الوطني. لكن نطلب من 565 الذي أقروا اللائحة الداخلية أن يقروا موضوع التفويض. بخصوص لماذا وصلنا إلى هذا المأزق؟ انه وصلنا الى هذا لماذا؟ المقترح انه نفوض رئيس الجمهوريه لماذا؟ بصراحه القوى الموجوده داخل فريق ال16 وخاصه انا كشباب قطبي 94 لم يتوافق ابدا. من هم؟ معروف من هم قطبي 94؟ يمكن تسميهم الان الاشتراكي والمؤتمر. هم على النقيض؟ هم على النقيض. الاشتراكي يريد اقليمين والمؤتمر الشعبي العام يريد 6 اقاليم. فهم هؤلاء الطرفين أشعر بعض الأحيان أثناء نقاشاتهم أنهم يستحضرون معارك 94 خصومات الماضي. نحن كشباب كمجتمع مدني كعدالة وبناء كحوثيين ككثير من الأطراف وأعتقد أيضا الناصري سيتبعنا والإصلاح وغيرهم لا نريد أن نتطلع إلى صراع. والإصلاح قد وقع أعتقد أيضا سيوقع الناصري قريبا. لا نستحضر صراعات الماضي ونريد التطلع إلى المستقبل. إذا كان لدى المشكلة لدى قطبي 94 فيجب أن يعالجوها. يكفي صراعات إلى اليوم ويجب عليهم أن لا يستحضروا معارككم في عام 94. لكن هناك من يقول أن هذه الوثيقة هي وثيقة الاشتراكي، هي بنت أفكاره. كثير من الجمل والمفردات التي اعترض عليها الأستاذ محمد صبري في التنظيم الناصري هي من بنات أفكار الحزب الاشتراكي اليمني، منها الشعب في اليمن وليس الشعب اليمني، تحايلا على مسألة الشعب اليمني والشعب في الجنوب. لا أعتقد أن هذه المصطلحات أيضا أن ستشكل مشكلة بهذه الطريقة أيضاً. يعني. يقال أيضا أن مسألة الدولة الاتحادية هي أيضا هي من أهم بنات أفكار الاشتراكي. لماذا لم يحضر الاشتراكي في الحفلة الأخيرة للتوقيع على بنات أفكار؟ هذا مفروض يوجه السؤال مفروض يوجه للحزب الاشتراكي أو أي ضيف من الحزب الاشتراكي. لكن أنا علمت منك أيضا قبل لكن أنا قبل الحلقة كشابة أستاء جدا من قطبي 94 بصراحة، وأنا قلتها من بداية جلسات ال 16 عندما بدأت الجلسات ورأيت الصراع الشديد. قلت أنا لا أشاهد في هذه الطاولة إلا حرب 94، ولكن الفرق كانت حرب 94 بالدبابات والآن حرب 94 داخل هنا في طاولة الحوار. أنا علمت منك قبل البث أنك قلتي أن الحزب الاشتراكي طلب عدم التعديل ولو حرف في هذه الوثيقة. ليس فقط الحزب الاشتراكي، كان أيضا الحراك الحوثيين الكثير من المكونات كانت ترفض التعديل في هذه الوثيقة. طلب التعديل حرف الاشتراكي طلب عدم التعديل، لماذا لم يحضر يوقع؟ هذا السؤال مثلا. هذا يوجه للحزب الاشتراكي. لا أنا أريد أن أفهم، ليس لا أوجه السؤال لك، أنا أفهم ما الحجة التي رفعها الحزب الاشتراكي؟ لم شخصيا لم أعلم الحجة إلى الآن. لم يكن الاشتراكي موجود، لم يكن حاضرا داخل الاجتماع في الجلسة الأخيرة. الجلسة قبل الأخيرة ما كانت حجة الانسحاب. ما كانش منسحب في الجلسة قبل الأخيرة، كان موجود وكنا نناقش مسألة أن يؤجل موضوع تحديد الأقاليم إلى بعد الحوار، لكن أصرت معظم المكونات أن تحسم مشكلة عدد الأقاليم يعني داخل الحوار الوطني. الاشتراكي كان يريد أجيل مسألة حسم عدد الأقاليم. كان الاشتراكي يضع أنه إذا لم نصل إلى توافق لا فما المانع أن يرحل الموضوع. يعني هذه المسألة الوحيدة فقط التي كانت محل اعتراض عند الاشتراكي، تأجيل مسألة حسم الأقاليم أم هناك؟ الاشتراكي يضع أنه يريد إقليمين، الاشتراكي رؤيته واضحة. إقليمين صحيح معروف عنه. فكان موضوع أنه أما نتفق الآن نصل إلى توافق على إقليمين على إقليمين أو على أي حل آخر يصل الجميع إلى توافق أو يرحل الموضوع. أو يرحل ولا يفوض رئيس الجمهورية. لم يعترض الاشتراكي بشكل مباشر لأنه لم يحضر الجلسة الأخيرة. ومنك أيضا من الاشتراكي كان أحد أفكاره أيضا التفويض رئيس الجمهورية. في موضوع التفويض لم يحضر الحزب الاشتراكي الجلسة، لذلك لا أستطيع التحدث عنه. نعم يمكن نأخذ أيضا محمد الصبري، هو موجود معنا عبر الهاتف. الأستاذ محمد الصبري. نعم. ما العمل الآن؟ أنتم ترون وكما أفهم في التنظيم الناصري وربما في الاشتراكي وربما في كجزء من المؤتمر الشعبي الآن أنه تم هناك خرق كبير لمسألة التوافق وعلى أداءات المفترضة للحوار الوطني. ربما لديكم بيان غدا، لكن يمكن أن تطلع السادة المشاهدين على سيناريو التحرك لليومين القادمين لعدم إقرار هذه الوثيقة بما تحتويه من اعتراضات كبيرة ترونها أنتم. من قال ان احنا خلقنا التوافق؟ لا ليس انتم ترون ان التوقيع بهذه الصيغه الموقعين خرقوا التوافق، ليس انتم، هذه رؤيتكم. لا مش بس هكذا، جرى حاجه غريبه جدا. ما هي؟ والمفترض انك تكون قد لاحظت على وسائل الاعلام انه جرى الاعلان ان كافه المكونات وقعت. نعم. وفي طرف غائب وفي طرف منسحب. الم يكن من اللائق
أن تحترم المشاهدين أو تحترم الغائبين ولا تستدق الإعلام وتقول إن الناس قد وقعوا. أنا ما أدري إيش من غشش الأخت نادية وقال لها أن إحنا بنلحق وبنوقع وكأننا بلا موقف وكأننا مسألة. أنا ثقتي بالحزب الناصري كبيرة جدا، وثقتي أن الحزب الناصري يهمه مصلحة الوطن أجمع، وثقتي أن الحزب الناصري يعلم جيدا الوضع الحالي في اليمن، الحرج في اليمن، يعلم الوضع السيء الآن الذي وصل له الوضع في اليمن، وأن الحوار الوطني لا يتحمل المزيد من التمديد، البلد أيضا والبلد أيضا لا تتحمل المزيد من التمديد، ويجب أن نضع أيدينا جميعا لبناء الدولة. أنا ثقتي بالحزب الناصري ثقة كبيرة جدا. دعينا نسمع وجهة نظر أيضا مهمة وتقدير محمود، يعني ما فيش عندنا مشكلة، لكن أيضا علينا أن نتحمل المسؤولية باتجاه أن يكون لدينا استبصار بالمستقبل. نعم. لا يعني ونحن نريد أن نتجاوز مشكلة الحاضر، بالتأكيد نحن مسؤولين أن لا نخلق مشكلات في المستقبل، لأنه إحنا بذلك ما نقدمش حلول، نحن نضاعف المشكلة. الاعتراضات والانسحابات يعني فلسفة الحوار وفلسفة الحلول العادلة بالذات لا يجب أن يكون فيها مثالب أو مظالم، بمعنى تحل مظلمة وتنتهي مظلمة أخرى. يا أستاذ محمد صبري، الحل لا يجب أن يخلق مشكلة ثانية. نعم. بالأخير نحن نقول أنه لا نحمل مهام مؤتمر الحوار ومخرجاته مهام جهات أخرى، موضوع الأداء في موضوع الاستقرار الوطني، موضوع الحاجات الوطنية. يا أستاذ محمد، الزمن أنا أوافق الأخت نادية أن الزمن بيشكل بالنسبة لنا هو العملة النادرة، هذا كلام طيب بالنسبة للعملة التقنية، لكن علينا أن نجتهد ونتحمل المسؤولية بإخلاص. هذه القرارات التي تتخذ وتتخرج بها مؤتمر الحوار الوطني ليست قرارات لمكونات، هذه قرارات تمس اليمنيين جميعا، ونحن مسؤولين امام الله والناس ان نتخذ القرارات الجيده. نعم، لكن استاذ محمد صبري، هناك من يقول انكم انتم ايضا في الاشتراكي في الناصري في الاصلاح في اللقاء المشترك عموما لم تكترثوا كثيرا لصوت مثقف كان يرى في الاقلمه مساله مضره بالبلد عموما، وكان يراهن هؤلاء المثقفين والصحفيين الذين ربما انت تعرفهم شخصيا يراهنون على موقف للتنظيم الناصري من هذه المسألة كموقف جوهري وليس في مسألة تفصيلات صغيرة. لا يعني ولن يعني أيا كانت، أنا مع تقديري واحترامي لكثير من الآراء التي تقال بهذا الشأن ولا نحكر، لكن أولا من فتح النقاش حول موضوع فدرالية الدولة أنتم كان هو المشترك في وثيقة الإنقاذ الوطني، أنتم في المشترك صحيح، نحن نتخلص في مناقشة هذا الموضوع من عارف ماذا نناقش، وهل هذا يدعي للفخر؟ دعك من الموضوع المراهنات على طرف من الأطراف، هذا خطاب نحن لا نوافق عليه، لأنه القاعدة الذي يقوم عليها مؤتمر الحوار الوطني قاعدة التوافق على بين المبنية يعني جميعا، يعني مش المسألة عن ترات المؤتمر، لا نريد، نحن نقول التوافق لكن بشرط أن لا يفرض علينا رأيه وخياراته. نعم، دعني هناك سؤال شخصي بالنسبة قد يكون ليس له علاقة بالأمر أستاذ محمد صبري، هناك من يقول، أنت قلت أيضا الآن أن المشترك كان السباق لمسألة الأقلمة والفدرالة، هل تعتقد ولو كان هو السؤال ينحو منحا شخصيا، هل تعتقد أن هذه المسألة تدعو للفخر أيضا الآن؟ لا، ما لاش علاقة بموضوع الفخر، يعني إحنا الآن في عندنا مشكلتين في غاية الخطورة في مؤتمر الحوار، الأولى اختراق اللائحة والنظام يعني اللائحة أهم من البلد في نقاشات ليش تسلب الموضوع. نعم، ثانيا والثانية لا علاقة بفلسفة الحلول، يعني حين نتحدث على الفدرالية كفلسفة للحل، البعض هناك من يرى الفدرالية كفلسفة للمشكلة أيضا، يأخذها بفهم قاصر من دون الوعي الكامل بالموضوع. يا أخي اعمل حلقة تجيب خبراء بالفدراليات وتبدا تكتشف انه هذه احد المعالجات اللي اتخذتها كثير من شعوب الارض لمعالجه احد المشكلات الداخليه مثل الازعاج الانشقاقات. لا، لكن اريد ان تاخذ الحلقه منحا صراعيا بيني وبينك. ايضا هناك من يقول ان الفدرالة في الدول الهشه كاليمن
وايضا مساله تمزيقيه ومفتتان لمساله الدوله. الاستاذ محمد الاستاذ محمد الصبري 10 سنوات واشتغل انا في السياسه 25 سنه، هذا الكلام لا تصدر هذه الاحكام على الاطلاق. سيد محمد صبري نقدر كثيرا وجهه نظرك الشخصيه وجهه نظر الحزب ايضا، ونتمنى ايضا التوافق القريب على هذه الوثيقه، اذ من المهم ايضا ان يحدث التوافق الكبير والشامل لمثل هذه الوثيقه الوطنيه التي تحتاج الى حمالين كثر لمثل هذه الوثيقه وليس حمالين قليلين. لكن يجب ان نعود للاستاذه ناديه. استاذه ناديه، ربما الحوار جرنا لمساله الخلاف حول التوقيع من عدم التوقيع، اريد بعجاله تلخيص ما تحتوي هذه الوثيقه. قبل ما الخص بس اشي اعلق على نقطتين بسيطتين يعني. نعم. اولا اقول للاستاذ محمد الصبري انه البلاد والوطن اهم من اللائحه الداخليه للمؤتمر حوار وطني، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، يؤسفني جدا أنه اللقاء المشترك بحجمه وتجربته الرائعة أنه لم يكن لديه رؤية موحدة في كثير من القضايا داخل مؤتمر الحوار الوطني، وكان كثير من القضايا كان يتصارع بها أو داخلها أو يختلف في الرأي هم اللقاء المشترك وأحزاب اللقاء المشترك فيما بينهم. وهذا يفقد الحجة التي بالقول أن الفدرالية هي مدروسة، غير أنه كان يجب على اللقاء المشترك فعلا مثل هذه القضايا المهمة مثل قضية الدولة الاتحادية وتعدد الأقاليم وقضايا مهمة داخل البلد، كان يجب أن يمتلك لها رؤية مدروسة وموحدة بحيث يدخل قوي داخل الحوار ونشعر فعلا إن اللقاء المشترك وجد من أجل رؤية وطنية واحدة. لكن للأسف لا أعرف لماذا تكون اللقاء المشترك في فترة معينة، هل هو فقط لصراع علي عبد الله صالح فقط؟ سؤال، هذا السؤال يوجه لهم، فيجب عليهم أن يتداركوا الموضوع. نعم. لكن بالنسبة بملخص سريع يمكن تقول لي ما تحتوي هذه الوثيقة. بالنسبة للوثيقة طبعا لازم مسألتين، هي معالجة الماضي. أولا كانت القضية الجنوبية ثلاثة محاور، أهم محاور اللي هي الحقوق وما تعرض له أبناء المحافظات الجنوبية من بعد حرب 94 من نهب الثروات والأموال وأيضا من تصريح الكثير من المدنيين وعسكريين. هذه عالجتها النقطة الأولى في معالجة مظالم الماضي. نعم. وتوافق عليها الجميع، ولا أعتقد أنه أحد يرفض إعادة الحقوق حول النقاط العشرين حول النقاط العشرين والهداش. نعم. النقطة الثانية نقطة الشراكة. بعد حرب 94 تم إقصاء الشريك الحقيقي أو الشريك في الوحدة، وأكبر دليل أنه مجلس النواب مثل فيه شريك الوحدة ب 56 دائرة ومثل الجنوب كامل ب 56 دائرة، فتم على أن الجنوب يمثل في المرحلة الأولى ب 50% كرد اعتبار للجنوبيين أنهم أقصوا لأكثر من 20 سنة بعد حرب 94. نعم. أيضا بعد المرحلة أو الدورة الانتخابية الأولى سيكون بعد ذلك تطبيق معادلة الأرض بناء الدولة. أيوة. الاتحادية سيكون فيها التمثيل للجنوب أو التمثيل بشكل عام للشعب بين كامل المركز والأطراف والأطراف عن طريق معادلة الأرض والسكان، بحيث تضمن للجنوب مشاركتهم أو الشعب اليمني عموما الشراكة الحقيقية في الوحدة. أيضا من النقطة الثالثة، الناس جميعا يتطلعون في اليمن كامل سواء في الجنوب أو في الشمال في أي محافظة داخل اليمن أن يديروا نفسهم بأنفسهم، فلذلك وجد موضوع على إدارة الدولة الاتحادية. أستاذنا نادية عبد الله، شكرا لك على هذه الإضافات المهمة حول وثيقة حل القضية الجنوبية. أعزائي المشاهدين، لا يزال الحديث المساء متواصلا معكم، ولكن بعد الفاصل. حين تتعرض للظلم أو التعسف وتسلب القدرة على الاعتراف، نفتح لك خطاً ساخناً نقرب فيه المسافة ونمنحك حق المواجهة. الخط الساخن، نسمع صوتك وننقل وجهة نظرك. لعرض مشاركاتكم في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. الخط الساخن، تتابعونه من الأحد إلى الأربعاء الساعة 4:45 مساء، ويعاد في الأوقات التالية.
نافذة أمل، يأتيكم الأحد في 8 مساء ويعاد في الأوقات التالية. نبني معهم المستقبل لبنة لبنة، ونشاركهم النجاح خطوة خطوة، ندعم مشاريعهم ونصنع من إبداعاتهم لوحة لتحقيق الأحلام، نناقش تحدياتهم ونفتح آفاق التنافس بين الجميع. شباب اليوم بناة الغد، نقاسمهم فرحة الإنجاز ورسم الابتسامة. برنامج شباب أب قريبا على يمن شباب. نافذة أمل، يأتيكم الأحد في 8 مساء ويعاد في الأوقات التالية. حين تتعرض للظلم أو التعسف وتسلب القدرة على الاعتراف، نفتح لك خطا ساخنا نقرب فيه المسافة ونمنحك حق المواجهة. الخط الساخن، نسمع صوتك وننقل وجهة نظرك. لعرض مشاركاتكم في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. الخط الساخن، تتابعونه من الأحد إلى الأربعاء الساعة 4:45 مساء ويعاد في الأوقات التالية. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. لا تزال الأحداث ساخنة في حضرموت لتداعيات الهبة الشعبية. هناك مواجهات ساخنة في المناطق النفطية، هناك أيضا اشتباكات مسلحة في المكلا، هناك اشتباكات أيضا في سيئون. لمعرفة ما الذي يحدث بالضبط في حضرموت ومسارات الهبة الشعبية، معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله باحاق رئيس العصبة الحضرمية. دكتور عبد الله، أهلا بك. معنا أيضا الشيخ عادل بن حامض النهدي، من عضو حلف قبائل حضرموت، استاذ او الشيخ عادل بن حامض، اهلا بك ايضا. قبل ان نناقش ما الذي يحدث في حضرموت، دعونا نشاهد هذا التقرير. اعزائي المشاهدين شاهدوا معنا. الهبة الشعبية في يومها الخامس على التوالي، والتي سبق ان دعا لها حلف قبائل حضرموت عبر مقتل زعيم قبيلة الحموم الشيخ سعد بن حبريش في 2 ديسمبر الجاري، استطاعت الهبة كما يقول أنصارها أن توصل الرسالة بوضوح إلى مسامع النظام والحكومة هنا في صنعاء. مصادر اليمن شباب أشارت إلى أن اللجنة الرئاسية المكلفة بالنزول ودراسة الوضع في حضرموت ناقشت اليوم آلية تنفيذ المطالب الحقوقية لأبناء المحافظة، وهو ما يعطي القضية أولوية في التنفيذ
ربما ستكشف عنها الأيام القادمة. يصر أبناء حضرموت من التأكيد على سلمية الهبة ومشروعية المطالب التي خرجوا من أجلها، ويبقى العنف الذي تتطاير أدخنته في أماكن متعددة وتفوح منه رائحة المناطقية، شاهداً على حجم الاستغلال الذي تواجهه الهبة والمتربصين بها دوماً. بالنسبة لما ذكرت عن هذه الأعمال الفوضوية، نحن كي يعرف الجميع أننا شعب سلم وشعب مسالم، لا نريد إلا تحقيق مطالب. نتمنى فخامة الأخرس عبد الرب منصور هادي أن يحقق لنا مطالب شعب حضرموت، النقاط الأربع بكل حذافيرها. باعتقادي أن هذه موجات العنف ستؤثر على مسار الهبة الحضرمية السلمية، لأن أعتقد أن في أطراف من خارج حضرموت تعمل داخل حضرموت لإفشال مسار الهبة، وفي أصحاب مشاريع صغيرة يتناولون أعمال عنف داخل الهبة. وأعتقد أن قبائل حضرموت هي سلمية بطبيعتها وستستمر في سلميتها لتحقيق مطالبها، وعلى الحكومة متمثلة بهادي عليها بسرعة تلبية المطالب حتى لا تستمر هذه أعمال العنف داخل المحافظة. أعمال العنف التي رافقت الهبة الشعبية التي انطلقت في 20 من شهر الجاري الجمعة الماضية لن تؤثر على مسار الهبة الشعبية السلمية الحضارية لأبناء حضرموت التي تطالب في مطالب مشروعها. كان المخطط أكبر من ذلك أن تستفحل الفوضى والانفلات الأمني أكثر في حضرموت، لكن سلمية وحضارة أبناء حضرموت فوتت الفرصة على أطراف في داخل الوطن وفي خارج الوطن بدعم إيراني وغيره لعودة مشروعهم من جديد من بوابة حضرموت، لكن حضرموت أفشلت هذا المخطط. مناطق أخرى في الجنوب وصلت إليها شرارة الهبة القادمة من أقاصي حضرموت سريعاً، إلا أنها وصلت محملة بطابع العنف والانتقام أكثر منها مطالب حقوقية. لا شك أن في قوى خارجية تريد استغلال مثل هذه الهبات لصالحهم، فلذلك يجب عليهم أن ينتبهوا من مثل هذه المخططات الخارجية، وأتمنى أن يحافظوا على سلمية هذه الهبة حتى لا تضيع حقوقهم. الحاصل الآن طبعا في حضرموت أنه المخاوف هذه وهي موجودة طبعا، وأنا أكد دائما أقول للحركين هم اللي يبغوا زي ما تقول أنه يركبوا الموضوع أو يتجهوا بموضوع الهبة السلمية إلى مسار حراك ومسار انفصال، وهي العكس تماما وبعيد عنهم ومن أحلامهم طبعا. فما يجري في لحج والضالع لا يخدم القضية، وليس سوى الاستغلال من تلك القوى التي هربت يوما ما إلى حضرموت كآخر محضن لها بعد الانفصال. هي اليوم تكرر نفس المحاولة ولكن في ظرف وتوقيت مختلف. طبعا أهم أعمال العنف اللي في حضرموت وطبعا راح تؤثر على الهبة الشعبية، وللأسف أنه اللي يقوموا بهذه الأعمال العنف ليسوا من أبناء حضرموت وليسوا من حلفاء الهبة الشعبية، هم من خارج هذا السرب مثل الحراكين أو غيرهم، وهم طبعا بسبب أن الهبة الشعبية ماشية في الطريق السليم هم يبغوا يأثروا عليها ويبينوا أنه الهبة الشعبية هذه هي هبة انفصالية، لكن العكس تماما. الهبة الشعبية هي مطالبها سلمية وتؤدي إلى طريق آمن ونفق آمن لحضرموت. بالنسبة للعنف الذي صار محافظة حضرموت، نحن لا نريد أن يركب الجميع موجة العنف، نريد أن يتحقق كل شيء بأمان وسلام من أجل أن نصل إلى مطالب بدون دماء. وكما أن الأحداث تتسارع هناك وبصورة كبيرة، فإن الارتباك بدا بارزا لدى قبائل حضرموت في إدارة الهبة وأربك المتابعين لها أيضا. فقلة الخبرة في تنظيم الفعاليات السياسية والغياب المتعمد لبعض القوى الفاعلة في الساحة أفقدها التوازن أحياناً والمشروعية في الاستمرار أحياناً أخرى. أعزائي المشاهدين أهلاً بكم من جديد. دكتور عبد الله أهلاً بك. شيخ عادل أهلاً بك أيضاً، وأنت عضو في حلف قبائل حضرموت الذي كان رئيسه الشهيد سعد بن حبريشة العلي. نحب أن نعرف منك بداية ونستاذن الدكتور عبد الله بحق، أن نأخذ من الشيخ عادل وهو ربما من القبائل المهمة في حضرموت، نريد أن نعرف ما الذي يحدث بالضبط في حضرموت عموما وفي المناطق النفطية على وجه الدقة. أولا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وحيي قناة يمن شباب، وحيي الأخ عبد الله والأخ الضيف الدكتور عبد الله أيضا، والطاقم الحاضرين والمشاهدين من خلف الشاشات، وأبناء حضرموت في الداخل والخارج، وأبناء المحافظات الأخرى عموما. وفي البداية أود أن أختصر لا أطيل. ما حصل هو أن الشيخ سعد بن حبريش العلي الحمومي رحمة الله عليه دعا في يوليو من الماضي يعني 2013 إلى دعا مشايخ وقبائل حضرموت إلى الاجتماع عنده في منطقته، ودعاهم إلى للتحالف فيما بينهم البين، وبالفعل لبوا هذا الدعوة لما تقتضيه الحاجة. كل يريد هذا الحلف ويريد أن يدعو له، ولكن المبادرة جاءت من الشيخ سعد رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يكتب له ذلك في ميزان حسناته. وبعد مرور فترة قصيرة من إعلان الحلف وإعلانه رئيسا لهذا الحلف تمت حادثة قتله، نعم. مع أن بعضهم يقول اغتياله، وقتل فيه نقطة عسكرية وجهة القتل إن لم يكن الشخص معروف بعينه القاتل، فالجهة معلومة، معلومة لكونها في نقطة عسكرية، ولا نتهم شخص ولا جهة معينة، إلا أننا القرائن موجودة كأننا نقول. ما يحدث أن دعوا بعد مقتله، دعوا إلى الهبة الشعبية، دعوا إلى اجتماع واسموه مؤتمر قبائل حضرموت في وادي نحب في نفس منطقة بن حبريش، نعم. وعين أخو المتوفي رئيس للحلف بدلا عنه، واجتمعوا المشايخ وتناقشوا. طبعا من حضر الحلف ليس مشايخ القبائل، وليس القبائل فقط كطبقة، الشعب. وأنا ألقيت كلمة نهد في ذاك اليوم وقلت لا يليق بأن يسمى مثل هذا الجمع قبائل حضرموت، لكي لا يصنف طبقة معينة أو لا تحصر، فهم اجتماع عام ومؤتمر لا يليق به إلا أن يسمى شعب حضرموت. حضروه جميع طوائف الطيف السياسي والاجتماع. نريد أن نختصر، دعيتم إلى هبة، الهبة خرجت سلمية، الآن هناك حوادث عنف أو هناك مواجهات مسلحة، أريد أن أفهم بالضبط لماذا هذه المواجهات المسلحة موجودة الآن؟ طبعا لم يدعو لها الحلف للمواجهات المسلحة ولا للاستخدام العنف، نعم. طبيعة الحضرمي كما قيل في التقرير وكما يعرف الجميع أنه يميل إلى السلم، لكن هم أشد ذو بأس، عادة الحضارم هم ذو بأس وهم مقاتلين أشد كما السلمية يفضلونها كحل أبدي، هم يعتبرونه لا يضطر للعنف إلا في آخر المطاف، نعم. نحن نقول يمكن أنه يتوقع أن يكون خلف الموضوع من خلفه في إثارة فتنة، يعني إثارة أنتم فوضى. لستم اللي حدث الآن، دعيتم لهبة شعبية كانت ناجحة جدا، نعم. الخميس الجمعة الماضية الجمعة الماضية كانت ناجحة جدا، اللي يحدث الآن ليس له علاقة بكم كحلف، لا كحلف ليس له علاقة. وهل تدينونه؟ وإن كان من يعني الآن الاشتباكات الموجودة المتقطعة في بعض مناطق حسب مصادر إعلامية لا نعرف لا نؤكدها كما لا ننفيها، نعم. موجودة في مناطق النفطية وفي مناطق الحموم، يقولون الحموم وحلفائهم، لا حتى ما يقولون، لو لاحظت ما يقولون تحالف أو حلف قبائل حضرموت، يقولون الحموم وحلفائهم، لأن كثير من القبائل أعلنت أن بعد استجابة الأخ الرئيس وإرساله للتحكيم، نعم، الرئيس كان قد استجاب، نعم بالتحكيم القبلي، نعم، مثل ما يتعامل به في جميع محافظات الجمهورية، بعد أن استجاب في تصريحات مع أنها وأرسل لجنة برئاسة أو شكل لجنة برئاسة الأخ المحافظ والوكيل والأخ نائب وزير الداخلية اللواء الأخشع، أنتم في الحلف القبائل قلتون هو أمرا مرضيا لكم، وجدنا أمرا مرضيا إلا أنه ناقص كونه لم تتخذ خطوات إجرائية، ثم أنه تأخر في توقيته، نعم. هذا كله يسبب احتقان ويسبب شعور بالاستهتار أو بالتهميش الذي دعا ما دعا أبناء حضرموت لما وصلوا إليه، وما دعا أبناء حضرموت إلا مطالب متعددة ومتراكمة،
وشعور بالانتقاص ومتعلقة. أنا أحب أن أفهمك قبل ما أنتقل إلى الدكتور عبد الله بالحاج، إحنا أفهم متطلبات حلف القبائل، نقطة أولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، لكي يفهم السادة المشاهدين أيضا ما هي المطالب. الأول تسليم الجناح للعدالة ومن يقف خلفهم. الاثنين إخراج القوات المسلحة من المدن. مدن طرحت خطين تحت كلمة المدن. مدن معروف. إخراج إحلال قوة حضرمية بالأمن. نعم. بدل أن يعطى لكم مطالب أيضا بالشركات مطالب النفطية. بالشركات النفطية بمطالب أن يكون أمنها من الأبناء الحضر. هذه خطوط عريضة ولكن مطالب كثيرة لا تحصى. الرئيس استجاب لهذه المطالب بوضوح. دكتور عبد الله باحاج رئيس العصبة الحضرمية، الشيخ عادل أشار أن الذي يحدث من أعمال عنف تستهدف الشركات النفطية، تستهدف مقر الأمنية، إن ليس لهم علاقة في حلف قبائل حضرموت به. ترى من هي الجهة التي تشعل النار؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين. اللهم صل وسلم. شكرا جزيلا للأستاذ عبد الله على هذه الاستضافة، وشكرا لطاقم يمن شباب، وشكرا أيضا للشيخ عادل النهدي على مرافقته لي لهذه الاستضافة ومرافقتي له أيضا. وبالتالي ما حدث في حضرموت وما يحدث اليوم في حضرموت، وخاصة من اصطدامات ومن اشتباكات ومن كما قال الشيخ عادل بارك الله فيه، إن هي عبارة على احتقانات المتراكمة وانفلات لبعض الشخصيات وبعض الناس وبعض المجموعات سعيا لتحقيق مكاسب، سواء كانت مكاسب مشروعة أو مكاسب غير مشروعة. ولكن نحن نقول إن الظلم في حضرموت طال أمده ووصل إلى أكثر من 50 سنة وهو يتراكم من 67، وبالتالي وصل الإنسان الحضرمي إلى إحساس إن العدالة مفقودة. وما يصير الآن في حضرموت أو في المسيلة أو في كل مناطق حضرموت بالذات هو نوع من الرفض المطلق لهذه الأشياء. هذا الرفض قد يتخذ أشكال عدة. نعم. الرفض التعبيري اللفظي، الرفض الجماهيري، التجمعات، الرفض أيضا المسلح. وبالتالي إلى جانب ما قال الشيخ عادل أيضا، هناك في نستغل الموضوع، هناك اختراقات، هناك أيضا يعني استغلال الفرص موجودين في كل مكان. ولذلك نحن نقول إن شاء الله ربنا يسلم البلاد والعباد من كل شيء، خاصة أنه كما قال الشيخ عادل أنه ربما الدولة الآن تسعى، والدولة ربما تسعى إلى تحقيق المطالب للناس وتحقيق العدل والإنصاف، ولكن الناس تنتظر النتائج، تنتظر الحلول والمعالجات. نعم. السريعة، حتى كما قال الشيخ عادل. لكن هناك من استقال أنت. أيوة. هل تحب أن تشيل لأطراف أم تفضل أن تبقى مجهولة يعرفها الناس من أنفسهم؟ لا، هي المجموعات معروفة جدا. أولاً، من لا يرضي استقرار حضرموت هو طبعا وراء الموضوع. في جماعات كما قال الشيخ عادل وكما نقول نحن دائما انه الهبه بحضرموت هبه حقوقيه بالاساس، هبه شعبيه حقوقيه. وبمناسبه الهبه كلمه حضرميه صرفه تتوافق او تتماهى. نعم. مع الحراك الجنوبي او اختراع جنوبي والانتفاضه الفلسطينيه، فعندنا في حضرموت اختراع حضرمي اسمه الهبه الشعبيه. وحتى نحن عندنا في هب وهب مشتقات يعني ليس الامر له علاقه للهباب باعمال او اهداف. ايوه، لكن انما استخدم الان مصطلح كمصطلح دولي، الان حتى على مستوى الاعلام الدولي تستخدم كلمه لبه شعبيه بحروفها. يعني هي مستخدمه. انتم هل تفضل التاكيد على ان هذه الهبه؟ ايوه، ايضا الشيخ عادل يؤكد هل الهبه هذه ليس لها علاقه بالحراك الجنوبي او ب هو ما يقدر يحدد باحداثه المسبقه. هو عفوا الإجابة له ولا لا يمكن تجيب أنت تجيبه أنا ممكن أجيب. قبل ما أقولك ممكن يمكن تجيب على الأمر. طيب، كما قال الشيخ عادل لا يستطيع أن يتهم مجموعة معينة بذاتها، ولكن من الواضح جدا أن هناك في مجموعات لا يرضيها لا العجب ولا الصيام في رجب كما يقال. نعم. وبالتالي الاستقرار في حضرموت والهبة هبة حقوقية بالأساس، هناك بنحاول يجعل الهبة هبة سياسية. نعم. ونحن نفصل بين الهبة السياسية والهبة الحقوقية. نعم. الهبة السياسية هي موجودة في المناطق الغربية من الجنوب اللي هي المنطقة عدن وما حولها، ربما تكون في هبة مطالب سياسي. أيوة. ولكن نحن عندنا في حضرموت هبة شعبية. الخلط بين هبتين خطأ جدا. ربما هناك مطالب سياسية إذا في حضرموت في مطالب سياسية مش متعلقة بالهبة، من الحكم الذاتي، ثروات، مش متعلقة بالهبة. لا، مش متعلقة بالهبة، مش متعلقة بالحلف. الحلف كما قالك أنا أحب أسأل كما قالك الشيخ عادل، هل ليس لحلف علاقة بالحراك الجنوبي من قريب أو بعيد؟ أبدا ليس له. ما هي مطالبكم؟ هل حقوقية صرفة أم سياسية أيضا؟ هي حقوقية. نعم. في حاليا هي هبة حضرمية سلمية شعبية شعبية. تحبون التأكيد على حضرميتها؟ حضارية جدا. نؤكد على حضرميتها.
نؤكد على أنها ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد، والمراقب لأحداث المؤتمر لم يرفع فيه علم أيوة. للجنوب ولا لجمهورها اليمني الحاق الحلف بال... في محاولة ركوب موجة أيوة. في محاولة استغلال أحداث، وهي مطالب حقوقية ونناشد دائما نعم. مرارا وتكرارا الأخ الرئيس ربه منصور هادي الاستجابة، وناشدناه في القصر الجمهوري في زيارة قابلتها قبل ثلاثة أيام الآن. بأن زرتها الآن يعني نعم قبل ثلاثة أيام كان استجابة وكان متفهم ومتابع ومراقب للأحداث بدقة بشكل جيد بشكل تلمس ذلك عند الأخ الرئيس نعم وطالبنا منه لما وجدنا هذه الاهتمام وجدنا طلبنا منه أن يزور حضرموت ليلبي طلبات أهل حضرموت بنفسه استجابة لحجم حضرموت ولأهمية حضرموت إن وجدت وليسمع للناس عن قرب نعم. وليس معنى أن هذا أنه ضعف أو ضعف منه أو ضعف من الدولة، هو إكرام وإجلال واحترام وإنزال حضرموت منزلة حضرمي ومنزلة حضرموت نعم. ومكانه هذا ما طالبناه يعني ووعدنا بزيارة نعم. هل تضمن اللقاء أيضا مع الأخ الرئيس تفاصيل معينة، نقاشات معينة، مطالب معينة أيضا؟ هو قال لنا بصحيح العبارة أن المطالب الحضرمية هذه موجودة، أولا سألنا ما هي نعم. ثم علق عليها بأننا في مؤتمر الحوار ومخرجات الحوار وفي الآونة الأيام القريبة الجاية سنعلن دولة الأقاليم، الدولة الاتحادية، وسيحصل لأبناء حضرموت من الحقوق والمطالب ما أكثر مما يطالبون من خلال مفهوم الدولة الاتحادية. أيوة احنا مثل ما قال الدكتور هذه الهبة الحضرمية لا تعني كل مطالب حضرموت، يعني لو أحد وقع أبناء حضرموت عليه يقول هل لكم بعدها من مطالب؟ يقولون الجواب لا، هي مطالب حقوقية آنية استدعت لها تدعت لها القبائل، ولما أقول قبائل حضرموت أعني بها جميع شرائح المجتمع، لا يتحسس من ذلك أحد في كان ناحية من ناحية الطبقات وغيرها، كان هناك إجماع كبير وشعبي والتفاف كبير أيوة. حول مسألة الهبة الحضرمية والتي تميزونها عن المسألة الحراكية بالضبط. في المحافظات الأخرى أبنى. لكن من وراء هذه الأحداث الأمنية؟ أنا أريد أن أفهم أيضا، ربما أنتم كموجودين في حضرموت على إطلاع دقيق بتفاصيلها بحجم القوى فيها، من الذي يقاتل الجيش في بعض الأحياء الحضرمية في المكلة مثلا؟ ربما الشيخ يشير إليه. طيب بالتأكيد أنك في طابور خامس دكتور عابد، دكتور عبد الله من؟ بحاج دكتور عبد الله بحاج أفهم منك أن في طابور خامس يعمل لإفساد الوضع، الحراك ربما يكون مشارك في هذا زي ما قال الشيخ عادل، ولا يستطيع أن يتهم أحد، ربما يكون مشارك أو على الأقل بعض فصائل الحراك، لأن لن نتهم كل فصائل الحراك الجنوبي، هناك فصائل الحراك جنوبي ملتزمة، هناك فصائل الحركة الجنوبي السلمية، هناك فصائل أيضا أيوة سلمية سلمية في تبوع الأشخاص أيوة في تبع أيوة الحركة التابعة للبيض أيوة يعني في هناك فصائل، إذا كان حدد الأسماء في فصيل متشنج وفي فصيل عقلاني، نحن نتعامل في حضرموت مع الفصيل العقلاني اللي تفهم القضايا نعم. أما الفصيل المتشنج اللي لا يرى إلا في القوة باستخدام العنف يعني وسيلة للتعبير عن مطالبه، فطبعا نحن نرفضه، بل كل الناس ترفضه للأسف الشديد، إنه اختلطت الصورة على الناس كلهم، ولكن واضح جدا إنه الإنسان الحضرمي واعي أعتقد بهذه جدا المسألة. ولذلك الإنسان الحضرمي لن تجد العنف كان كبيرا أيوة. في اليوم الأول أيوة. الجمعة أيوة. الإنسان الحضرمي كان واعي لهذه المسألة ومر أيوة. اليوم بعكس التوقعات التي أيوة. كان يتوقعها البعض من الإشعال الإعلامي أن حضرموت ستكون مولعة، ربما هذا الطرف الذي فشل في الرهان على ذلك اليوم بدأ يولعها بطريقته الخاصة، ولكن سبقه إعلان عفوا سبقه قبل ليلة مساء الجمعة نعم يعني مساء الخميس بالضبط يعني مقبل الجمعة يوم الهبة نعم. سبقت بيانات صدرت من بعض القبائل، منها قبائل الشنافر، منها قبائل يافع، منها قبائل نهد، منها قبائل نعمان، منها قبائل بلعبيد، قبائل نوح لا أحصر وإنما أعد يعني سبق إعلان بيانات تبين كيف ستكون الهبة أيوة. وسلمية تؤكد عسلمية الهبة أيوة. ونزلتم أيضا للحفاظ عليها أيوة ونزلوا في المناطق مثل في سيئون نزلوا الشنافر كونها منطقتهم، تريم نزلوا بني تميم، في القطن نزلوا يافع في أسواق القطن وضواحيها، يافع حضرموت طبعا نعم. كل في مكانه،
نهد مناطقهم ريفية فهم في الوادي. نعم. في الوادي نعم. في الساحل نفس الشيء، حافظوا على أن تكون سلمية وأن تكون محمية بأبناء قبائل مثل ما حصل في صنعاء أيام الثورة، ويؤكدون تأكيد شديد على سلميتها، وأن من خرج من إطار السلمية فهو لم يخرج لا يمثل الهبة لا من قريب ولا من بعيد. نعم. وإنما مثل نفسه على على أو ذكر مثل على ذكر هذه البيانات، هل لكم جهود الآن أنتم في حلف قبائل حضرموت لاستيعاب أو للحد من هذه الظاهرة المسلحة، أو لكم جهد معين للتقليل منها أو للصلح أو المصالحة؟ أو لا شك أن فيها حدثت أشياء لما يعني بالخطأ أو بسوء فهم أو بتعبية خاطئة أو بالإعلام المغرض. نعم. حصل هناك توترات وحصل فيه يعني بعض أحداث مثل ما حصل في وادي سر بين قبائل من قبائل وادي سر. نعم. وبعض من قوات اللواء 37 في نقطة عسكرية تم سوء تفاهم ثم نتج عنه مقتل 3 جنود وجرح جنود. نعم. هبوا باللهجة الحضرمية هبوا. نعم. يعني راء الذهب هبوا يعني ذهبوا. ذهبوا مشايخ منهم الشيخ عبد الله سالم اليافعي بن علي جابر شيخ قبائل اليافع حضرموت الوادي والصحراء، الشيخ حمد بن سالم الحامض النهدي اللي هو أخي الأكبر. نعم. وذهبوا مع مجموعة من أبناء قبائل نهد ويافع ومعهم بالحارث حضرموت. نعم. راحوا ذهبوا إلى موقع الحادث ووقفوا موقف الحياد، لم يساندوا الجيش ولم يساندوا القبيلة، وقفوا موقف المحايد، وقفوا موقف المصلح، ولم ينتهوا من 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 القضيه او فض الخصومه والنزاع الا في وقت في ساعات متاخره من الليل. نعم. لكن في الحدث الاخيره هل لكم دور او تسعون الى وقف القبائل المجاوره وبالذات قبائل الحموم؟ خرج منهم بعض الافراد اليوم من من المكلا المدينه الى موقع الحدث لكي يتصلوا ويحتووا بعض الأمور، لأن بعض التصرفات شبابية تحدث قد يعذر الإنسان، يعذر الشباب الشاب لكن لا يعذر الشيوخ. أيوة لا يعذر الشيوخ. للدكتور عبد الله بحاق وأنت الأكاديمي أيضا دكتور، أحب أن أعرف منك قبل أن أختم هذه الحلقة. أيوة. الجوانب النفسية للهبة الحضرمية. أيوة. أو تأثيراتها. أيوة. على المواطن أو الإنسان الحضرمي بالضبط عموما. شكرا جزيلا. طبعا لا شك يعني الهبة الشعبية الآن في حضرموت تمثل حدث غير عادي وغير مسبوق. نعم. ومن 50 سنة تقريبا الحضارمة لأول مرة يقولوا لا للظلم، يقولوا لا للاستبداد. هم عادة هم أشداء الدولة الأموية من أسقطاهم الحضارمة. والحضرمي بصبر كما قال الشيخ عادل، صبر الإنسان الحضرمي وسلميته اعتبرت عند البعض جبن وضعف. نعم. بينما هي حكمة ومقدرة، طريقة حياة. أيوة طريقة حياة. ولذلك أنا أرى أن الهبة الشعبية الآن وسيلة جديدة جدا، أول شيء للم الصف الحضرمي، وثانيا للم ايضا الصف الحضرمي في اتجاه الاخرين، يعني نعم. باتجاهين الان توحد حضرمي في الداخل داخل حضرموت. نعم. ثم ايضا توحد حضرمي من اجل المناطق المجاوره لحضرموت او المجموعات المجاوره لحضرموت سواء كانت اليمن او سواء كان الجنوب. نعم. وبالتالي انا اعتقد انه الخير قادم من حضرموت. اظن انه حل ما يسمى الان بالجمهوريه اليمنيه يكمن في حضرموت. صحيح، هناك من يقول ذلك. ايوه، وانا اعتقد الحل هو من هنا والفشل هو من هنا. إذا فشلت حضرموت فشلت المنظومة كلها، المثلث فشل كله، المثلث اللي يضم اليمنيين والجنوبيين والحضارمة. المثلث هذا نسمى الآن الجمهورية اليمنية. دكتور عبد الله باحاق شكرا لك، شيخ عادل بن حمض النهدي عضو حلف قبائل حضرموت شكرا لكم. شكرا على بارك هذه الاستضافة الجميلة والرائعة. شكرا شكرا بارك الله بروعة حضرموت. شكرا بارك الله. نحب أن نشير أيضا لما قاله الدكتور عبد الله باحاق أن هناك كثير أيضا من تفاءلوا بالهبة الحضرمية، كون الحل اليمني للمسألة اليمنية عموما هي تأتي أيضا من حضرموت الخير، حضرموت الإنسان الحضرمي الذي مثل الإنسان اليمني عموما في شتى بقاع الأرض وكان خير ممثل لليمن. أعزائي المشاهدين بانتهاء هذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى نهاية حديث المساء. بعد الفاصل يكون معكم المساء الرياضي فكونوا معه.
نبني معهم المستقبل لبنة لبنة ونشاركهم النجاح خطوة خطوة، ندعم مشاريعهم ونصنع من إبداعاتهم لوحة لتحقيق الأحلام، نناقش تحدياتهم ونفتح آفاق التنافس بين الجميع. شباب اليوم بناة الغد، نقاسمهم فرحة الإنجاز ورسم الابتسامة. برنامج شباب أب قريبا على يمن شباب. نافذة أمل يأتيكم الأحد في 8 مساء ويعاد في الأوقات التالية. حين تتعرض للظلم أو التعسف وتسلب القدرة على الاعتراف، نفتح لك خطا ساخنا نقرب فيه المسافة ونمنحك حق المواجهة. الخط الساخن، نسمع صوتك وننقل وجهة نظرك. لعرض مشاركاتكم في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. الخط الساخن تتابعونه من الأحد إلى الأربعاء الساعة 4:45 مساء ويعاد في الأوقات التالية. نبني معهم المستقبل لبنة لبنة ونشاركهم النجاح خطوة خطوة، ندعم مشاريعهم ونصنع من إبداعاتهم لوحة لتحقيق الأحلام، نناقش تحدياتهم ونفتح آفاق التنافس بين الجميع. شباب اليوم بناة الغد، نقاسمهم فرحة الإنجاز ورسم الابتسامة. برنامج شباب أب قريبا على يمن شباب.
أسعد الله مساءكم مشاهدينا وأهلا بكم في حديث الرياضة. سنناقش اليوم قضية مهمة تهم الكرة اليمنية بشكل عام والساحة الرياضية. نتابع هذا التقرير ثم نعود لكم. من أيمن الهاجري يحاول أن يمر. ممتاز أيمن، ممتاز أيمن، يستدعي أيمن. الله عليك يا أيمن. في التصنيف الأخير الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لهذا الشهر لتقييم المنتخبات الكروية ومراكزها وقوتها حسب المباريات التي خاضتها كل منتخبات، كانت الصدمة كبيرة ومتوقعة للجماهير اليمنية المتابعة عن قرب للنكبات التي حلت بالمنتخب الوطني، وفي ظل الهزائم المتعاقبة والمتلاحقة التي وبحسب الإحصائيات الأخيرة في الأعوام الثلاثة الأخيرة فمنتخبنا الكروي خاض 29 مباراة، تعادل في مباريتين وخسر 26 مباراة، وفاز في واحدة قبل عام واحد، وبالذات في بطولة كأس العرب لآسيا التي أقيمت في جدة السعودية، ويومها تمكن منتخبنا من إلحاق الهزيمة بالمنتخب البحريني. فمنتخبنا الذي تعذر عن المشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام يوم غد في العاصمة القطرية الدوحة، وبمشاركة منتخبات أقوى وأفضل منا بمراكز متقدمة، ومع ذلك شاركت للاستفادة فنيا وتقنيا، وغاب منتخبنا عن البطولة التي لا يعرف أحد ما هي الأسباب الحقيقية التي غيبته، والتي حاول من خلالها اتحاد كرتنا الموقر سرد بعض الأعذار التي أقل ما يقال عنها إنها واهية وليست بالمقنعة. المركز 179 عالميا هو المكان الذي حط فيه منتخبنا رحاله كأسوأ مركز له على مدى تاريخه، والكل يعرف الأسباب التي رافقت هذا الانحدار، فبلادنا قادرة على صنع أبطال لو تم الاهتمام بهم بالشكل المطلوب ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولو تمت العناية بالفئات السنية الصغيرة وتم الاهتمام أكثر بمستوى ونوعية الدوري الرياضي وتهيئة المناخ المناسب لمثل هكذا بطولة فدورينا، وبرغم انطلاقته قبل أيام إلا أن العارفين بخبايا كرة القدم اليمنية لا يعولون كثيرا لما سيقدمه وسيفرزه وما ستكون مخرجاته الكروية نظرا لقلة الإمكانات وشحة الموارد المادية التي تقف حجر عثرة أمام تطوره. ونحن بدورنا وعبر برنامجنا هذا نتوجه بأسئلة للقائمين على الشأن الرياضي: إلى متى هذا الحال؟ ولماذا الكل في تقدم بينما نعيش الانحدار والتدهور كل يوم دون العمل للارتقاء برياضتنا؟ وإلى متى سنظل ننشد الإنجاز دون تقديم التضحيات؟ نرحب بكم مشاهدينا من جديد. معنا اليوم ضيفنا في الاستوديو الدكتور فؤاد العودي، رئيس قسم المواد العلمية في جامعة صنعاء لكلية التربية الرياضية ومساعد مدرب نادي اليرموك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ سامي. بداية، كيف تقيم وضع الكرة اليمنية بشكل عام؟ طبعا هي كلنا نعلم أن الكرة اليمنية حصلت على المركز 179، هذا يعتبر أسوأ تصنيف للكرة اليمنية في تاريخ الكرة اليمنية. برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى تراجع هذا الكرة اليمنية وسبب التدهور، وأيضا كيف تقيم وضع الكرة اليمنية بشكل عام؟ طبعا بسم الله والصلاة والسلام يسلم سليم كثيرا. بعد ذي بدنا نشكر قناة يمن شباب اليوم على الاستضافة الجميلة في اليوم الجميل إن شاء الله. أما بالنسبة للتقييم الفني لكرة القدم اليمنية، هناك كثير من الأسباب التي لا نستطيع من خلال حلقة واحدة أو استضافة بسيطة جدا أن نحلل المشاكل أو نحلل هذا ونعطي بالدواء، لكن هناك يحتاج إلى حلقات وتحتاج إلى ورشات عمل وتحتاج إلى برامج مقننة سواء كانت إدارية أو فنية من أجل تمحيص المشاكل التي تعاني منها الكرة اليمنية. لكن المشاكل، أهم المشاكل التي تعانيها هو بداية أنه عدم وجود مراحل سنية الاهتمام بالمراحل السنية والفئات العمرية في شتى المحافظات الجمهورية التي تمتلك مواهب وخامات كبيرة جدا، لكن سرعان ما تندثر تلك المواهب وتذهب هباء منثورا على مر السنين التي يمر بها الناشئ. المشكلة الكبيرة والمعتقة التي منها عدم انتظام الدوري العام لكرة القدم خاصة للدوري الدرجة النخبة وهم الدرجة الأولى، عدم انضمامه فترات كبيرة جدا متراوحة بين الدوري الأول والدوري الذي يليه فترات كبيرة جدا مما قد يؤثر على مستوى اللاعبين. المشكلة الثالثة هناك المنشآت الرياضية أو شحة الإمكانيات اللي هي الطامة الكبرى التي تعاني منها الأندية الرياضية. في أندية كبيرة جدا، كل الأندية الرياضية في اليمن مع مختلف تصنيفها، سواء كانت هناك بعض الأندية التي تمتلك بعض المقومات التي قد
تعيش من خلالها أو قد تستطيع أن تمشي بعض الأنشطة الرياضية، لكنها لا تستطيع أن تمشي كامل الأنشطة الرياضية في أنشطها. كل الأندية تعاني من شح الإمكانيات، وهذا هو عبارة عن سوء تخطيط للإدارة أو المنظومة الإدارية التي تمثل بوزارة الشباب والرياضة ويتمثل كمان بالاتحاد اليمني لكرة القدم. لكن إذا اجتمعت هؤلاء المنظومة، وزارة الشباب والرياضة أو وزارة أو الاتحاد اليمني لكرة القدم أو والناس المسؤولين في الدولة على تنمية الشباب والاهتمام بالشباب وإنشاء الكوادر الفنية وكذلك إنشاء الإمكانيات الاستثمارية للأندية التي تستطيع من خلالها أن الأنشئة الأندية. يعني هل ممكن أن نقول أن البيئة اليمنية غير ملائمة لاكتشاف مواهب جديدة تستطيع أن تنقل الكرة اليمنية نقلة نوعية؟ أنا لا أقول أنه لا نستطيع أن نكتشف المواهب، هناك مواهب كبيرة جدا، هناك عندنا خبراء وعندنا إمكانيات وعندنا مدربين على مستويات جيدة ومرموقة في الشتاء، وعندنا خبراء كمان، عندنا أكاديميين متأهلين في كثير من الألعاب الرياضية خاصة كرة القدم، لم يتم الاستفادة من هؤلاء، وهؤلاء هم ما زالوا يعني خام، لم يتم الاستفادة منهم سواء في العمل الإداري أو في العمل الفني داخل المنظومة الرياضية. دكتور فؤاد، 3 سنوات و29 مباراة خاضها المنتخب، فوز 1، تعادلين، 26 هزيمة، برأيك من الذي يتحمل هذه المهازل التي تحدث للكرة اليمنية؟ هو الذي يتحمل الأشياء الكبيرة، يتحمل المهازل هذه كلها، يتحملها القائمين على الرياضة اليمنية، المنظومة الرياضية بشكل عام، من وزارة شباب الرياضة، من اتحاد اليمني لكرة القدم، من إداريين الأندية، من من له علاقة بالرياضة، لأنه العلاقة ليست علاقة بس من طوي بس تحت اتحاد كرة القدم فقط، إنما العلاقة هي علاقة تمثيل وطن، وتمثيل وطن معناته سمعة وطن، وإذا مست بس كرامة أو سمعة وطن لابد أن يهب كل الناس من أجل إغاثة أو عملية إنه انتشال هذه السمعة أو انتشال هذا الوضع الذي مزري، كل الناس لابد أن يلتفوا من أجل تشخيص المرض الذي يعاني منه هذا الوطن، وبداية عهد جديد في الرياضة وتقديم منتخب جيد. طيب دكتور، هل نستطيع أن نقول أن سبب فشل الكرة اليمنية هو عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ هذه من زمن، يعني من زمن نعاني فيها في شتى مجالات الحياة في البلاد، في اليمن يعني في بلادنا الحبيب، يعني وضع الرجل في أماكن غير تخصصاته يعني، وهذا ما يسبب وما زال سواء والطامة والأدهى من ذلك هي في الرياضة اليمنية متعمقة بشكل كبير جدا، هذا ما يعني وضع الرجل. فإذا كان ولابد أن يوضع رجل في غير مكانه، لابد هذا الرجل أن يستعين بالخبرات والكوادر والناس المؤهلين حتى يعونوا بجدية أكثر، يستطيع أن ينجح ذلك الرجل. أما مشكلة الرجل الذي يوضع في مكانه، هي مشكلته أنه لا يستعين كمان بالخبراء التي ممكن أن يساعدوه في عملية إنجاح المهمة التي أنيطت به. طيب دكتور، نحن نعرف جميعا أنه عندما يحدث إخفاق في مجال معين خصوصا في الرياضة، أو حدث أنه فريق معين لدولة معينة ومنتخب هزم، الكل يقدم استقالته، خاصة إذا كان يشعر أنه المسؤول والسبب في ذلك الإخفاق. يعني إحنا عندنا الشيء هذا مش موجود، الاتحاد كما هو في مكانه، المدرب يظل في مكانه، الجهاز الفني أيضا في مكانه، والوزارة أيضا لم يتغيروا الأشخاص. برأيك هل هذا لائق؟ وهل هذا يعتبر تقدير للكرة اليمنية وللمنتخب اليمني الذي يمثل أكثر من 22 مليون؟ طبعا زي ما تفضلت وتكلمت معك في البداية، أنه فعلا نحن نقيم المدربين فترة بسيطة على مقدار نجاحهم وفشلهم، مقدار النجاح والنشاط. هناك في برامج تخطيطية، برامج تخطيط لمدة سنتين، مدة 3 سنوات، باسم خطة 5 سنوات قادمة، تعطي المدرب الفرصة الكافية، تعطي الفرصة المدرب الفرصة الكافية لإثبات نجاحته، لإثبات خبراته، لتقديم ما لديه من كنين. لكن الوضع عندنا أنك تعطي الرجل في ما تعطي المدرب أو الجهاز الفني لي يعني توليه مدرب منتخب وطني مدة شهر أو شهرين قبل البطولة بشهر أو شهرين وتقول له إنجاح، وعندنا أصلا مشاكل متلتلة في البداية، أنه عدم انتقال لاعبين بشكل المطلوب، عدم وجود دوري خاصة في الفترة الأخيرة، عدم وجود دوري مشاركة المنتخب، عدم وجود دوري منتظم، أدى إلى هذه المهزلة الكبيرة التي نعاني منها بشكل كبير جدا. ألا يوجد من يحاسب من؟ ألا يوجد من يخاف ويحافظ على سمعة اليمن، السمعة الرياضية لليمن؟ مشكلتنا احنا في اليمن، في البلاد الحبيب، عند القادة، ان القادة داخل وطننا الحبيب
ما زال عندهم النوع من القصور في فهم الرياضة وفائدة الرياضة في بلادنا هذه. يعني إذا كان لا يوجد قصور، إذا كان يوجد قصور، لما لا يتم تقديم الاستقالات على الأقل؟ ليست قصة تقديم الاستقالات، فكل من قدم استقالته بس ما هو يعني عندنا لابد أن يعني نتحلى بكثير من قيم الإدارة. يعني عندنا مثلا بسيط جدا، الإدارة بالأهداف. الإدارة بالأهداف، عندما تقيم شخص لازم أو تحب أن تنجز شخص، عندما تنجز شخص لازم أن تقيم إدارة أهداف، لابد في خلال مرحلة مراحل تقيم تحقق ذلك الأهداف، فكل مرحلة وكل إنسان يحاسب على مدى تحقيق تلك الأهداف التي أنيطت به. ومع ذلك لابد أن تسهل لكل شخص أن يعمل إجراءات تساعده لتحقيق ذلك الأهداف، فكل شخص لابد أن يحاسب في مدى تحقيق تلك الإجراءات. وهل حوسبوا عليها؟ لم يحاسبوا أحد، لأنه أنا صراحة أنا لقد لا ألوم جهاز فني أو مدرب أخفق أو كمان اتحاد كرة القدم كمان أخفق في حاجة. هناك أصلاً العملية مترابطة، اتحاد القدم عنده مشاكل تتعلق بالأمور المادية المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة، يعني كلها مترابطة. فأنت لما جيت حاسب كرة القدم يقول لك أنا عندي مشاكل كبيرة جداً لم تصرف لي ميزانية، تأخير الدوري عنده برضو أعذار يقول لك أنا لم يصرف لي ميزانية حتى أبدأ الدوري، وزارة الشباب والرياضة عندها كل يعني عندها أشياء وانتباهات أخرى، يعني طاقة وزارة الشباب لم توظف بالشكل المطلوب لخدمة الرياضة. يعني لو أنا مثلاً عندي خطة كبيرة جداً في فائدة الرياضة اليمنية، إنه أنا كوزير شباب الرياضة أو كمسؤول في وزارة الشباب والرياضة، إنه أنا بدل ما أصرف مليارات كثير جداً على أنشطة قد تكون ليس لها فائدة كبيرة جداً أو فائدة عظمى بشكل قد أو فائدتها بسيطة جداً، أنا فائدتي إنه مثلاً أنشر الرياضة في اليمن، أطور مستوى كرة القدم، هي الواجهة الحقيقية لكرة القدم، الواجهة الحقيقية للدولة، هي النبراس التي ممكن أن تشتهر فيه الدولة، التي الآن في كثير من دول العالم لا نعرفها إلا عندما نسمع إيش تحقيق الإنجازات في المستوى الرياضي. فعندما أبني مثلاً مجرد مثل بسيط جداً إنه كوزير شباب الرياضة، لماذا لا أعمل كل سنة على دعم 4 أندية 5 أندية 6 أندية من أندية الدرجة الأولى، أبني لهم استثمارات رياضية، أحقق لهم استثمارات رياضية على مدى خطة سنتين 3 سنوات استثمارية، يستطيع هذا النادي من خلال أن يقيم نفسه أن يحاول أن يحقق نجاز. الشيء الأهم من ذلك لابد أن يكون عندنا، لابد مع هذه الإخفاقات المتكررة والإخفاقات المتتالية لابد أن يكون هناك صحوة رياضية تتعلق بوزارة الشباب والرياضة وباتحاد كرة القدم، بناء مدارس كروية في كل محافظة من محافظات الجمهورية. وهذه المدارس الكروية لا تحتاج إلى مبالغ هائلة أو مبالغ مالية كبيرة جدا، بل تحتاج إلى مدربين، تحتاج إلى مراكز بسيطة جدا، ومن خلالها نستطيع أن نرفد المنتخبات الوطنية بمواهب متعددة. طيب دكتور، ننتقل إلى بطولة غرب آسيا التي بدأت وانطلقت في عام 2000، ستقام أيضا غدا في قطر، منتخبنا لم يشارك هذه السنة، برأيك لماذا انسحب المنتخب اليمني؟ هل هي الأسباب مادية كما يقول الاتحاد، أم هي أسباب فنية، أم أسباب أكثر من ذلك؟ أنا باعتقادي ووجهة نظري، يعني قد يكون الأخوة في الاتحاد العام لكرة القدم لهم أسباب خاصة، لكن في اعتقادي الرسمي أنه هو ضعف مستوى الرياضي عندنا، عدم بدء الدوري. الآن الدوري بدأ الأسبوع الماضي، تأخر كثير جدا، تخيل الدوري يبدأ، يعني تخيل الفترة الانتقالية بين الدوري الماضي والدوري الحالي الآن 5 أشهر، ولا يوجد في كوكب سنتحدث في عن بطولة الدوري، لكن فعدم وجود منتخب الآن جاهز، الإخفاقات الشهر الماضي والأشهر الماضية للمنتخب أدى إلى عدم مشاركة لا، يعني لا نحتاج بشكل كبير جدا الى ما يسمى بمهزله جديده في رياضتنا. يعني طيب كابتن، كونك مساعد مدرب نادي اليرموك، نتحدث قليلا عن نادي اليرموك. انتم ابطال الدوري الماضي وحققتم الفوز في المجموعه الاولى من الدوري، برايك ما هي الحظوظ التي ممكن تساعد اليرموك، وايضا ما هي الحظوظ التي ممكن تساعد بقيه الانديه، وايضا ما هي الاستعدادات اللي ممكن أنها تساعدكم في الفوز والحصول على اللقب؟ نعم، طبعا نحن أخذنا بطولة الدوري العام الماضي، وكانت الحمد لله رب العالمين بكفاءة واقتدار متمثلة بشكل كبير جدا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود الإدارة وجهود الجهاز الفني وجهود اللاعبين الذين لم يقصروه والذين كتبوا بأحرف من ذهب هذه البطولة الغالية التي لم يحصل عليها اليرموك منذ زمن. أما بالنسبة لحظوظنا في الدوري هذا، نحن الآن يعني الآن في بداية مرحلة جديدة، وحققنا الفوز الأول في الدوري، وكل الآن ما زالت كل الخيارات مطروحة لكل الفرق، وما زالت تتنافس، ونطمح إن شاء الله إلى ما هو أفضل تقديم. هل أنتم مصممون على الحصول على اللقب؟ إن شاء الله، يعني طبعا الحصول على اللقب حق مشروع جميع الأندية، والآن
كل الأندية تتسابق في هذا المضمار، والأسرع والأقوى والذي يمتلك الإمكانيات والذي يمتلك التكاتف وتناغم ما يسمى التناغم الوجداني بين الإدارة أنفسهم وبين اللاعبين والإدارة واللاعبين وبين الجهاز الفني مع اللاعبين مع الإدارة، هو من يستطيع أن يحقق هذا. طيب كابتن، من وجهة نظرك يا ترى من هو الفريق الذي ممكن أن يحصل على البطولة التي في هذا الموسم؟ يعني إذا كان ممكن تستطيع أن تعدد فرق وما هي الأسباب؟ طبعا قد لا أستطيع أن أعد لك فرق، لكن هناك يعني مشكلة نحن الآن فترة الإعداد لكل الفرق اليمنية تعتبر فترات متبعثرة، بمعنى فترات إعداد تعتبر متبعثرة، تدرب أسبوع وتوقف أسبوع، تدرب أسبوعين وتوقف ثلاثة أسابيع، تتوقف يعني متبعثرة، وهذا لا يمكن أن يفيد اللاعب كرة القدم بشيء، ولا يمكن أن تفيد الأندية في مواصلة. ولذلك نلاحظ أن صحوة الأندية تصحى في الدور الثاني، تبدأ يتطور مستوى الدوري، يرتفع ردم الدوري أو التنافس في الدور الثاني وفي مرحلة الإياب بشكل جدا. لكن الذي يمتلك الإمكانيات المادية، إمكانية المادية وإدارة قد تتابع، لا نقول كفو يعني إدارة مدية، لأنه ما لا توجد إدارة مدية بشكل كبير جدا في اليمن، لكن هناك إدارات جيدة ممكن أن توصل من هاي الفرق اللي ممكن أن تأخذ الدوري يعني أو ممكن تنافس على الدوري. طيب دكتور، استعداداتكم للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي، ما هي هذه الاستعدادات؟ هل أنتم مستعدون لخوض المباراة والحصول على الفوز؟ والله طبعا يرموك يمتلك شباب قادرين على العطاء، يمتلك شباب قادرين على البزوغ في يعني في يعني نقول في محيط النموجية النجومية والإبداع. عندنا شباب ما شاء الله يمتلكون قدر كبير من الإبداع الرياضي والموهبة الكبيرة جدا، لكن عندنا مشاكل كبيرة جدا نعاني منها اليرموك، وهذه قد تقف علينا سبب كبير جدا إذا لم يقف مع اليرموك وأبطال اليرموك وأبطال الدوري الجهات المعنية من مسؤولين في الاتحاد أو في وزارة الشباب الرياضية أو التجار الكرامة الذين دائما ما يدخلوا على اليرموك، فقد نحقق نتائج إن شاء الله إيجابية. شكرا لك كابتن. طبعا هناك كثير من الأسئلة وكثير من النقاط التي نريد أن نناقشها، لكن الوقت داهمنا. نشكرك ولنا اللقاء يعني في الأيام المقبلة. نشكرك دكتور فؤاد، رئيس قسم المواد العملية لكلية التربية الرياضية في جامعة صنعاء ومساعد مدرب نادي اليرموك. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة، ونأمل أن نحاول أن نتوفق للحصول على معلومات أكبر لكي ترتقي الكرة اليمنية، وأيضا لكي نعرف الأسباب التي ربما يمكن أن إذا تم معالجتها سوف ترتقي الكرة اليمنية. إلى أن نلقاكم مشاهدينا في الحلقات المقبلة في الأسبوع القادم، انتظرونا في أمان الله.